المادة الأولى كده كده متفقين عليها سواء في قانون الحكومة أو قانون مشروع مستقل، احنا متمسكين طبعا بمناقشة قانون مشروع مستقل الوضع بشكل كامل، لأن للأسف وهذه يعني ما أعرفش تسمى كارثة، لأن حتى لو تمسكنا بقانون الحكومة فقط وأرجعنا المادة الأولى يقول سيادة الوزير فبرضه أي حد هيقدم بكرة شارع قاضي هو عنده مادة في قانون ضريبة على الدخل تربط ما بين الضريبة من سنة 2018 وما بين التسليم، أعتقد نص المادة حقوله في منوصل لمناقشة المشروع، لكن إحنا المادة الأولى المتقدمة من الحكومة هي نفس المادة الأولى تقريباً في مشروع القانون اللي إحنا متقدمين كحزب مستقبل الوطن، فإحنا موافقين عليها ما فيش أي مشكلة، مع التمسك بمناقشة المشروع الكامل المقدم من حزب مستقبل الوطن. شكراً.